سلام بنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف صحه. اليوم ان شاء الله بسكوي في متناول الجميع، بسكوي ان شاء الله بلا نوا د كوكو والكاكاو كيف ما كتشوفوا، ساهل وفي متناول الجميع. ندخلوا ان شاء الله مباشره في المقادير كيف ما كتشوفوا. عندنا البنات 125 غرام ديال الزبده، عندنا البنات اصفر بيضه، عندنا نصف كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر كلاصي، معلقه ديال الكاكاو كبيره، باكيه ديال لافاني، معلقه صغيره ديال الملحه ما عامراش بزاف، معلقه ديال خماره ديال الحلوه، معلقه صغيره ديال الخميره الحلوه صغيوره كيف ما كتشوفوا، والطحين من 3 حتى 4 الكيسان، يعني ديروا الطحين البنات حسب الخليط والطريقه كيف ما كتبان ان شاء الله البنات قدامكم. هنا غنوضع جميع المقادير الاساسيه ما عدا الطحين، نخلط بيدياتي وتكون الزبده بدرجه حراره المطبخ، نخلط ونبقى نزيد الطحين بشويه بشويه حتى نتحصل على عجين متماسك. هنا حتى هاد الحلوه البنات على طيبة الملوح بالحلاوه والملوحه، ولكن المعلقه فيها شويه ملقه صغيره ديال المليحه، ما تكونش عامره بزاف البنات، ومعلقه صغيره ديال خميره الحلوه. نخلط بهاد الكيفيه، اللي بغى تضيف امبو ديال شويه ديال الكولورون احمر لا حرج حتى تحصلوا على هاد الكيفيه البنات. وهنا غتحبسوا الخلط ان شاء الله كيف ما كتلاحظوا معايا، بهذه الطريقه كتكون العجينه متماسكه. هنا البنات البيض اللي شاطليه كنزيد عليه معلقه كبيره ديال السكر كلاصي وربعات المعالق ديال جوز الهند او لانوا د كوكو او الكوك كيف ما كنقولوا حنايا. وبالنسبه للبنات الاضافه اللي غتزيدوا مع هذا الخليط هذا، حيت غادي يكون وسط غريبه او وسط البسكوي، ماشي بالشرط ديروا داكشي اللي انا حاطه. انا كان عندي الخليط من الكرومبيري والبيستاش حيت جاني الالوان كتجي متناسقه مع النوا د كوكو. نتوما تقدروا ديروا داك اللوف الفخوي كونفي، تقطعوه رقيق مع شويه ديال الزبيب وتخلطوا، عندكم الاختيار. كنخلطوا يعني دوك ربعات المعالق ديال الكوك تيهزوا لنا ابيض بيضه اللي عندنا اللي شاطت لينا باش حتى حاجه ما نضيعوها. هذا هو الفوغاج او الحشوه اللي غنديروا البنات في هاد لو بيسكوي. كنخدموا بهذه الطريقه وكناخذوا واحد شويه من الحشوه اللي صوبت، كنحاولوا نغلقوا عليها وسط لو بيسكوي وشوكولا وكنسدوا عليها. بسكوي في 4 دقائق البنات، سهل بزاف بزاف بزاف، ولكن شوفوا البنات صدقوني المذاق رائع جدا. هذه الحلوه لولوا اللي اقترحت عليا نحط لكم هاد لاغوسيط، لان كلاتها وعجباتها قالت لي خالتي ضروري تحطيها. كنصوب بهذه الطريقه البنات كيف ما كتشوفوا معايا، كنطرق بطريقه دائريه بحال كيف ما درت في البهله، وكنحاول نغلق البنات ونسد بهذه الكيفيه. كنسلم على البنات ديال الجروب كاملين وكنشكركم تبارك الله على المجهودات ديالكم وعلى التاويل ديالكم، ما شاء الله عليكم اقولها علانيه. وديديكاس لبنه ديال اكادير البنيه العزيزه. وهاد لو بتي غاتو بغاتو الاخت ديال الصويره سهام، هادي هي سهام. كنقطعوا البنات كناخذوا سكين كنديروا في الليحات باش تبان لينا الحشوه ملي غادي تطيب. بغيتوا البنات الحشوه تبان لكم اكثر، تقدروا تضعفوا من الكميه ديال الخميره. بغيتوا يجيكم مسدود يجيكم غير مسدود بحالي، يعني ديروا الطريقه باش خدمت انا. كنصوبوا بهذه الطريقه
واحد جوج وكنعاود وتبارك الله الحاد جات راه غادي تصاوبوا البيسكوي احسن من هذا. كنحطوا البيسكوي البنات بهذه الطريقه وكنشعلوا الفران لدرجته 160 درجه وكنخشيو لو بيسكوي طيب. من بعد ما كيطيب البنات كنغطسوا الجنيب ديالو في الشوكولا. الا كانوا البنات ميسورين ياخذوا دي شوكولا غيش، الناس العاديين واللي ما عندهمش ياخذوا 5 سور 5 حتى هو كيجي مزيان. وفي الجنيبات ديالو كتقدروا ديروا اللوز مهرمش بقشرته او الكاوكاو، يعني اللي على قد الجهد ديالك او اللي موجود عندك في البيت. هنا كاين خليط من الكرومبيري والبيستاش، حتى اللوز كيجي ما شاء الله. انا حنت لو بيسكوي هو لو بيسكوي او شوكولا حاولت نخرجه بداك لو بلون والكرومبيري ولو فيغ باش جاني هكذا. الحلوة اليوم البنات اللي كتوجد في بضع دقائق هي هذه، كتجي مع الكامل داخل مع لنواط كوكو وكتجي على الطيبة ديال الحلاوة والملوحة. البنات الى عجباتكم لا فيديو تسناو لو بتي فور الجاي ان شاء الله اللي غنلوح لكم غدا، اللي غادي يكون بتي فور مفاجأة، ان بتي فور او كراميل افيك اون غاناش مونتي. ولا اروع البنات، دمتم في رعاية الله وليلتكم طيبة.